في واجب عزاء يقدم لزميلتي العزيزة لبنى عسل في وفاة جدتها. يعني الحقيقة كل المشاعر العزاء بننقلها للبنى، واحدة من الإعلاميات الكبار اللي لهم إسهامات كبيرة في الإعلام المصري. لها منا خالص العزاء، مني شخصيا ومن أسرة التحرير والإخراج والإعداد والفنيين في برنامج الحياة اليوم ومن قناة الحياة وأيضا من شبكة إعلام المصريين. خالص العزاء للزميلة العزيزة لبنى عسل.